بالنسبه للموضوع ديال طلبه كليه الطب، كنشوف بان التعليق غادي يكون على جوج جهات. الجهه الاولى على الحكومه، خصوصا وزير التعليم العالي ووزير الصحه. طبعا كلشي كيعرف بان في كورونا لقينا حنا التعليم، لقينا الاطباء هما اللي وقفوا في هذيك المحنه وجاهدوا ونضلوا وضربوا تماره وخذوا وعود. هذه الوعود هذه يعني للاسف ما تنفذش منها والو للاسف. انا بغيت نقول للوزير، بغيت نقول له مين تبغي دير شي قرار على الاقل هذاك القرار خرج بتصريح، وهذاك التصريح مين تبغي دير قرار ماشي ديرو مكتوب، حنا ماشي باقيين في العهد القديم كتبيه في الصحراء. خرج شرح للناس، راك انت وزير مكلف عندك رؤيه، اسيدي خرج قول لهم راه بغيناكم الشرفه، راكم كتهربوا لينا، راكم كتمشيو برا كتخدموا برا في المغرب، راه ما كتخدموش، واصبروا معنا الله يرضي عليكم، راه عندنا تحديات 2030 داكشي درنا لكم 6 سنين باش تكونوا واجدين ان شاء الله في 2030 ويكون عندنا الطب مزيان في البلاد. حفز الناس، عطيهم امل وعطيهم تحفيزات واقعيه وقول لهم اصبروا معنا وحنا ان شاء الله غادي نرفعوا السقف ديال الراتب ديال الطبيب في المغرب، وغادي نرفعوا السقف ديال راتب الاستاذ في المغرب، ونكون سبع وكوني. قول لهم حنا كنصرفوا على الرياضه وحنا ان شاء الله كنهتموا بالوزاره ديالنا، حتى حنا نصرفوا على النشاطات ديالنا، واهم قطاع عندنا هو قطاع التوظيف ديال الاطباء، وغادي نرفعوا لهم الصالير من هذاك الصالير الهادي اللي كياخذوا الاطباء ديال الدوله الى صالير محترم يقترب من احلامهم في الدول الاخرى. ماشي كاع الطباء غادي يقدروا يديروا عيادات، ماشي كاع الطباء غادي يقدروا يديروا دي كلينيك، يعني كل واحد ربي شنو عطاه، راه بنادم قرا ضرب تماره راه الله يحسن ليه العوان. يلا يلا فغادي تقول لهم هادشي وتقول لهم انتم في ظرف هاد السنين اللي كتقراو دابا، راه ان شاء الله غندير لكم واحد التعويض، ماشي تعويض ديال 800 درهم في الشهر. 800 درهم في الشهر ديال اش ديال الحمام، مالو جاي خدام عندك تيدير لك الميناج؟ هذا راه طبيب هذاك من خارج يدير هويا لي ستاج ديالو وتيضرب تماره وما كينعس بالليل وطلع وهبط وتيدير الخدمه ديال الاستاذ ديالو والخدمه ديال الاساتذه ديالو والخدمه ديال الاساتذه الجامعه كاملين في هذاك الستاج مسكين. فهمتي؟ اللي غير غتحفزو وتفتحوا واحد الباب باش ديك الساعه الى جا واعترض ولا كذا كيقول واخا عندي عندي هذه اح وبردات، راه واقيلا ما دايرين معايا مزيان هنا، نفكر شي شويه، راه راتي بغا يكون مزيان، راه كذا راه كذا. وينو بيورينو كامل يقول لي لا لا زيد لا مجيب كري والو، عاد 6 سنين وخذ 800 درهم وغادي تخرج وتاخذ داك الشطاري اللي كياخذوا كاع الاطباء. اذا هو كيفاش درتي له؟ القاه مكتوفا في الماء وقال له اياك ان تبتل في الماء او كما قال الشاعر، وانت يا ربطتي لحتي في الماء وكتقول له ما تكذبش. ما يمكنش. ومين ينوض هو يتكلم على حقه ويتكلم على معارضه القانون بمظاهرات هي اوتوريزي. انا لا ارى جواز المظاهرات، راه كنقولها وكنعاودها من سنوات ماشي دابا، ولكن هو من تعطيه رخصه وتقول له خرج ماشي مشكل دير المظاهرات وتحتاج نجيو حنايا نشبكوا عليهم مع البوليس ويوليو الطبات ياكلوا العصا ويولي واحد الحقد بين البوليس وبين 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 الاطباء. ايوا هادو هما كوادر المجتمع، علاش كتشعلوا العداوات وترجعوا للور؟ علاش تشعلوا العداوات وترجعوا للور؟ هو هذاك البوليسي راجل كبير ما خصوش يدفع البنت من وجهها، وهي عاوتاني ما خصهاش هو راجل كبير، قال لك زيدي راه زيدي فين غتمشي؟ راه غيقلبوا عليك يجبدوك في المكتب غادي يجيبوك. المشكل ماشي ديال هذاك البوليسي داكشي ينفذ اوامر، ولكن ملي غينفذ اوامر خصو ينفذها بواحد العقل، ماشي ينفذها بواحد الغضب واحد الغير، لان هذوك وليداتك السي الشريف، هذوك وليداتك وهذوك هما اللي غيداويوك ملي غتكبر. فخصنا شويه ديال التعقل، واخا كنعرفوا حنا واحد الجيل شويه سابق باقي عنده ديك العقليه ديال العنف وكذا وكذا، وانا كنعرف انا يقينا ان الجيل الحالي ديال الشرطه والقوات المسلحه وغيرهم الشباب كيتعاملوا مزيان، غير هو المشكل الكبير ماشي في الطب ماشي في البوليس، المشكل الكبير في الوزير اللي حط ذاك القرار وسلس عليهم وخلاهم يضربوا بيناتهم، والمشكل الكبير ديال هذاك اللي خلى القرار وخلى الوزير اللي حط القرار ديال التعليم وخلى الاساتذه يضربوا مع البوليس، ايوا شنو شعل العافيه ورجع اللور. هذه يعني ماشي مسؤوليه هذه السي الوزير، خصك تكون قد المسؤوليه وتخرج تتكلم في القطاع باش تنجحوا. وانا يا ربي تعلموا من ديك فوزي القجع، يا ربي تعلموا من فوزي القجع، يا ربي كلكم يا الوزارات تعلموا من فوزي القجع كيفاش نجح الوزاره ديالو، تعطاتو فرصه وتعطاو فلوس وكانوا كيتعطاو اللي قبل منهم شحال هادي. ها هو دابا الحمد لله يعني دار نجاحات كبيره في القطاع ديالو، نجاحات كبيره، واللي كيفهم شي شويه في الكره غيعرف شنو معنى انك تجيب هذوك اللعابه من هذوك البلدان اللي كبروا فيهم وتجيبهم من عندك المنتخب يلعبوا معاك، غيفهمني شنو نقول مزيان، تماره ديال بصح. وفين هي التماره ديالك وزير التعليم العالي؟ فين هي التماره ديالك وزير الصحه؟ صافي عطي القرار سلت اللور، وهي غتسالي الحق بالوزاريه ديالكم. هو سيلعنكم الناس ان فعلتم شرا ولعلهم يشكرونكم ان قدمتم خيرا وما راينا الى الان خيرا. الله المستعان. اذا كان شي مدرسه استعجاليه ومدرسه باقيه وكنخافوا على السمعه المغرب وسط الحساد اللي دايرين به، وعلى الاقل نكونوا رحماء بوليداتنا، راه هذا الجيل هذا اللي طالع دابا غير باش تفهموا مزيان، باش تفهموا مزيان، تعاملتي معاه غيمرتك، تعاملتي معاه غيشرفك. هذا الجيل هذا ماشي هو الجيل ديالنا حنا، على الاقل في الثمانينات لين 10 سنين ولا واحد 12 عام كبرنا بلا انترنت بلا داكشي بلا والو، ما كنعرفوش المعلومه. دابا راه عنده 6 سنين عارف كلشي، يا ما تحجب عليه وتخبي عليه، عارف الحق وعارف الباطل وعارف الصواب وعارف الخطا، يعني وعارف كيفاش ياخذ حقه وعارف القوانين وعارف الانظمه، عارف كلشي، غادي تيكبر وتيعرف كلشي، يعني غيجيك واجد. اذا هذاك الشيء ديال عين ميكا ودوزها والقامع والاستبداد والعنف كذا ما خدامش، ما خدامش، خدم معاهم بالعقل، خدم معاهم بالعقل. وهما باغيين بلادهم، كاين شي واحد دابا باغي يخرج يخلي بلادهم يمشي بلادات الناس؟ ما كاينش.
كاينش المكتب ديالنا فريان ما كاينش، يمشي تيجري حتى هي وغير يرجع، هو بغى يمشي تما باش يحسن الوضعيه ديالو من يعيش في البلاد يعيش مرتاح. اذا هما باغيين يجلسوا هنايا، ايوا شنو الطبيب يقرا ياكل العصا، والجاهل ما يقراش يمشي حتى هو ياكل العصا، كيفاش نديروا له هذه؟ شنو قريتي ما غنوظفوكش، ما قريتيش سير تموت، راهما الناس كيموتوا سير تعوم تموت، سير اخي بغيتي دستي دستي هذاك ما دستيش موت الله يعينك نتهناو منك، ما كاينش هادشي، هادشي ما بقاش. خصنا نشوفوا سمعة هاد البلد هادي، ولا بغينا نشوفوا سمعة البلد راه كنشوفوا مصالح الدولة ثم مصالح الشعب. مصالح الدولة إذا كانت غتكون مزيانة خص يكون الشعب مزيان، وإذا كان غيكون الشعب مزيان خصنا نراعيو المصالح ديالو بقدر المستطاع. أنا الناس ما كيطالبوكمش بشي حوايج خيالية، واش ملعب ديال الهوكي ب 28 مليار؟ ها 28 مليار اللي غادي تصرفها الوزارة، علاش نتوما ما طلبوش ميزانية الصحة والتعليم اللي هما أساس البلد وأساس المجتمع وأساس النهضة وأساس الحضارة وأساس التنمية؟ علاش؟ لا وكل وزير يتقاتل على الوزاره ديالو. اه شوفوا هذاك وزير الرياضه اش دار، واه هو دار، هو دار، انت اش درتي؟ انت اش درتي؟ حكامه وقلت لي قامه، والله يهديكم هادشي اللي غنقول.